عشان انا هعزمكم الصوفين عمل مراجعه. عايز كلام؟ محدش يعني يضايقني عشان اقول كل حاجه. وبقى لان الكلام اللي جاي كله فيه امبورتنت. اول حاجه النهارده اسمها ريجنال ادابتيشن. محدش يبص في الجهاز. اصول هنا عشان تفهموا هو حضور انا اللي كان في جامعه سوشيال سينس مع الاستاذ هو سامحوه شويه. كلمه ريتنال ادابتيشن يعني ايه؟ يعني ايه التغيرات اللي بتحصل في الريتنا او في العين؟ لو الواحد راح في حته ضغط ضغط يعني ضلمه او العكس اتنقل من حته ضغط لحته هاي ليدي. فالادابتيشن في الريتنا نوعين، نوع اسمه دارك ادابتيشن يعني العين تتعود على الرؤيه في الدم فيجن. في الدم فيجن اول ما الواحد يكون زي ده وبعدين يروح في حته ضلمه زي ما يخش السينما بس ايه اللي بيحصل؟ طبعا يخش يلاقي نفسه مش شايف اي حاجه، وبعدين بعد فتره يلاقي نفسه بدا كل ما الفترة دي تزيد يلاقي نفسه بدا يشوف كويس لحد ماكسيموم تتحسن الرؤية جدا بعد نص ساعة. بيبقى شايف كويس. وقالوا إن في خلال نص ساعة دي بيحصل في العين تشينج بنسميها دارك ادابتيشن. أول حاجة بتحصل بتزيد حساسية الريتنا للضوء نص مليون مرة. 500,000 ادي حاجة. تاني حاجة البيوبل بيحصل له فول دايلاتيشن وبيصل الماكسيموم بتاعه اللي هو 8 مللي متر. أوسع حاجة عشان يدخل أكبر كمية من الضوء. تالت حاجة بيحصل ري سينسيسيس للفيجوال بيت الروتس والكونتس. وقالوا إن الكونتس بيحصل لها فول ادابتيشن بعد 5 دقائق. يعني بعد 5 دقائق يلاقي الفيجوال تيكمنت اللي في الكون حصل له ريزنس كام وخلاص. وبقت الكون فولي ادابتيف. ال 25 دقيقة التانيين بتاخدهم الروتس عشان يحصل لها ادابتيشن. عشان كده قالوا ان الروتس فيري امبورتنت عن الكون في حالة الدارك ادابتيشن. طيب امال اللايت ادابتيشن ايه هو؟ العكس، انت كنت في السينما وخرجت وزي نفسك تم تخرج مش طايق الضوء وتبدا تقفل عينيك وبعد شويه تلاقي نفسك اتعودت على طول. وقالوا ان ده بنسميه اللايت ادابتيشن. اللايت ادابتيشن بيحصل بعد شويه بس. يعني انت بتتعود على الطول القوي بعد 5 دقائق انما تتعود على الطول المعتم بعد نص ساعه. وقالوا ان الحاجات اللي بتحصل في العين العكس. البيوب بيبقى فولي كونستريكتد وبيحصل بليتشنج او بريك داون للفيجوال بيجمنت يتحول من رطوبه سنتيمتر لرطوبه وتقل حساسيه العين. ادي الدارك ادابتيشن وادي اللايت ادابتيشن. ورغم ان هيفيدهم جم سؤال تحليلي السنه اللي فاتت اول سؤال. طيب تاني حاجه النهارده وبتسال فيها كلكم في العملي اسمها الفيجوال اكيوتي اللي هي حته الابصار. بالله كويس عشان كلكم هتتسالوا فيها في العملي. ايه هي الفيجوال اكيوتي؟ هي الـ ability of the eye to discriminate two separate points. يعني انا لما ببص لحاجه بشوفها كويس ليه؟ بقدر اميز كل حاجه لوحدها. بميز كل حاجه لوحدها ازاي؟ ان انا بشوف الحاجه من اولها نقطه او حاجه separate واخرها نقطه. بقدر اميز ان دي حاجه separate
الشرط اللي هي لندن لوك شرط اللي هي بتاعت قياس البصر بعرف الدايره مفتوحه ازاي. ان انا ببين نهايه بدايه الدايره، انا احط قدامي دايره كده واللي هي مفتوحه منين، انا بعرف مفتوحه منين ازاي، ببين فيه نقطه ودي سبب الكون. لو مش هميزهم انهم منفصلين عن بعض هقول انها مقفوله مش هعرف ارجع. فتعريف البشره الاثيوبي هي قدره العين انها يعني تميز تو سبع الخش او افضل ميز. وقالوا ان اقل مسافه للنص اكوموديت الفار انها تقدر تميز نقطتين منفصلتين ان يطلع من النقطه دي شعاع يمر بالنوده البوينت بتاع اللينز او العين او الريديوس ار والنقطه يمر من النهايه الثانيه سيبرت لاين او شعاع يتقطر في النوده البوينت ويعملوا عند النوده البوينت ده هي زاويه مقدارها 1 مم. انت عارفين كميه الزاويه والدرجات والزاويه القايمه 90 درجه تتبرر وتنزلها 60 متر. فقالوا ان اقل مسافه تستطيع العين انها تميز نقطتين منفصلتين ان يطلع من النقطتين دول شعاعين متقاطعين عند النوده البوينت بتاعت الريديوس ار يعمل بينهم زاويه مقدارها 1 على 60 من الدرجه. لو عملوا زاويه اقل من كده لا يمكن العين تميز دول سبب لا يمكن. وقالوا ان في هذه الحاله الشعاع ده هو بيعمل ستيموليتر للمحروق لكون والشعاع الثاني اللي عنده زاويه 1 منت بيعمل ستيموليتر للمحروق بين الاثنين اون ستيموليت كون. ووجدوا ان العين لو طلع منها شعاعين عملوا ستيموليتر للكون ضرب بعض ما يميزوش انهم سبب يعني لازم يكون بين التو بوينتس دول في كون ان ستيميولي. لو الشعاعين طلع منه او ما عمل ستيميوليشن لتو كونز جنب بعض مش مانعين لن تميز ان دول تو سبب. الناس اللي جايه جديده انا قلت مش عايز كلام عشان انا مش همشي من هنا لغايه اخلص الفيشن. اللي عايز وراه ميعاد ولا بنت ميعاد ولا بنت ساعه عربيات ولا وراه حاجه يسيبني يمشي وانا هكمل لو واحد فاضل هكمله. مش عايز واحد فيلم. وقالوا ان احنا بنسيب النظر اشهر حاجه لقياس النظر حاجه اسمها لاند لوب شارت. الراجل اسمه لاند لوب عمل لوحه فيها سبع قطور وبيقعد الراجل على بورد 6 متر من اللوحه دي عشان تبقى العين نون اكوموديت. المينيمم ديستنس للنون اكوموديت الاي 6 متر وبيبدا يفحص عين عين لوحدها وشده الابصار تقاس بكذا مقام هذا الكذا 6 الاجر الفصل بتاعه 6 والمقام هي المسافه اللي هيشوف اللي ما الراجل النورمال يشوف الدايره عليه. بمعنى ايه؟ اكبر دايره في اللوحه دي هتلاقي مكتوب عليها 6 على 60. يعني ايه؟ يعني الواحد اللي نظره نورمال صحيح خالص يستطيع ان هو يشوف الدايره دي مفتوحه على بعد 60 متر. 6 على 60 يعني عشان لو حد سالك يعني ايه 6 على 60؟ قول له يعني الواحد الايمتروبيك اي النورمال اي لو قعد وحطينا له الدايره دي على بعد 60 متر يشوف الارتفاع. لو واحد ما شافش الدايره الكبيره دي على بعد 6 متر هو بقول ان مصر 6 على 6. يعني لو واحد ما شافش الدايره الكبيره وما شافش التانيين الدايره اللي هي بنشوفها
الإنسان المهمل على بعد 60 متر أقول إن النظر 6 على 60 وهكذا اللي بعدها 6 على 36 6 على 24 18 12 إلى آخر 9 إلى آخر وأقوى أدق حاجة اللي هي نظر الواحد يبقى 6 على 6 اللي هي الدوائر الصغيرة خالص دي الواحد المؤمن يقدر يشوفها على بعد 6. طيب إذا الراجل ما شافش الدائرة الكبيرة على بعد 6 أعمل إيه؟ أقرب له ال 6 متر دي أخليها 5 ما شافش أخليها 4 ما شافش أعمل أحطها لحد واحد ما شافش يعمل له حاجة اسمها كاونتينج يعني أقول له دول كام عشان ما حدش قال على حد بس ويقول له إيه أنت ما بتشوفش دول كام دي ده اختبار في ناس ما بتشوفش حصل له اي حاجه اكيد ما نشوفش تعمل له كده يقول لك دول كده ما شافهمش ما شافش الكاونتنج فلتر ابدا اعمل له هاند موفمنت اقول له انا ايدي بتتحرك ولا بتمسك ما خلوش يعد عد صعب عليه في ناس ما بتعرفش تعد دول كده هم اقول له ايدي بتتحرك ولا تفتح ما شافش نعمل له هذا اسمها لايت بيرسبشن اجيب ضوء واقول له انت شايف حاجه ولا مش شايف طبعا الحاجات دي بقول لكم زي ما تقلصوا لما واحد يعني يكون جات له كور التنس في عينه بوظته وعايزين نشوف عينه اتكلم ولا لا نعمله خلاص هو 6 على 6 وقاعد بيلعب فرجاه كور التنس كل شيء خط وعينه كل شيء يشيل الكومه الخصم الرمق الحوادث شوف مصايب سوق طلبه راح عندك انت ساعه اي حاجه يجي لك عينك في سنه طب يبقى في هيموري في البتر اصلا ولا لا وبنعمل نعمل الراجل كده عشان نشوف ايه المصدر المبوظات اللي حصلت وانا مش هعمل لكم العملي هقول لكم الدواير ديت معموله على اي اساس يعني الدواير دي لمده على الفريم بتاعها على اي اساس؟ على اساس المعدل اللي هي واحد او طول الجسم على طول الصوره يساوي بعد الجسم على بعد الصوره. الفكره اللي في الاول قال لك لو حطينا حاجه قدام العين يبقى طول الحاجه دي على بعدها يساوي عرض المفروض ده هو لان هو ده طول الجسم على 17 مللي. والطريقه دي بيعرف يعمل الدوائر دي الفتحه بتاعتها قد ايه؟ لان الدوائر دي مش مرسومه كده على الخطر قاعد يقلب واحد جاي يرسم لي دوائر لا دي معموله على ساينتفك بيس انت بتسال فيه الدوائر دي مفتوحه على ايه؟ طيب نيجي بقى على الموضوع فيري امبورتنت واحتمال يعني يجيب لك تحليل اول اللي هو الكالر فيجن بصوا هنا كده اقول لكم يا جماعه الفاكتور ده افكتنج الفيجوال اكيوت اول حاجه الايلومينيشن الاضاءه ثاني حاجه الايرور الثقوب بالريفراكشن الناس المالوف والهايبر والنور والاسيتماتيك ما بيشوفوش كويس طبعا بالنسبه لهم الى اخر ثالث حاجه الريتنا اي ريتنا ديزيز او ديزيز في الفيجوال سيستم الواحد مش طيب نيجي بقى لموضوع الفيري امبورتنت بتاع حد يزرع اسمه الكالر فيجن بصوا لي هنا يعني ايه كالر فيجن انا قلت لكم الدي لايت ده هو اللي احنا بنقول عليه خلاص ابيض ومشطب اسمه دي لايت هو في الحقيقه عباره عن شيء خليط من ويف لينك بتاع سبع الوان اسمهم سبيكتروم يعني احنا قلنا الضوء بيجي من تقليد ويف او جاز طاقه مغناطيسيه وحدات طاقه فوتونز بتمشي على اي موجات لها ويف لينكس الجزء المرئي منها
سبع الوان اسمهم الاسبكترم، السبع الوان دول من الويف لينسز بتاعتهم بتتخلط مع بعض وتقع على الريتنا، تقوم انت تشوف التين وانت واحد يقول لي السبع درس احمر بعض مش عارف يطلع بطول اخر، لا الحكايه مش خالص سبع خالص. يعني انت يعني انا اقول لك ان الوان بتاعتهم والقورة واليلو والجرين والبلو جرين والبلو والفايلو. ففي واحد جاي يقول لك ايه يعني انا وديت سبع الوان مسكوتين كده وحطيتهم مع بعض ويطلعوا لون ابيض، ده مش هيطلع ابيض يا ولاد، لان لازم العبره تخلط صفرات العبره ان الويف لينسز دي تتخلط مع بعض وتقع على الريتنا، تقوم تنبه جانجليوسيز معينه تخلي الريتنا تحس ان ده تيل لاين. وقالوا ان الوان الطير دي عرفناها ان احنا مررنا التيل لاين في منشور ريس طلعنا جاي محل الوان الطير واستقبلناها على حاجه وعرفناها. وقالوا ان اطول ويف لينكس اللون الاحمر سبع تلاف واقصر ويفلينس اللون البايلو 3900 عشان ما ننساش والاربع تلاف والكالرز دي هي اللي لما تقع قلت لك بتدينا احساس بالروح. فكالر فيشن معناها الابيتو الزاي تونس كليني ويفلينس اوف ذا سبيكترم، ده تعريف الكلر فيجن. والكلر فيجن اب ناو ما زال لغز محدش عارف يحله. وقالوا ان في شويه تعريفات لازم نعرفها واحنا بنناقش الكلر فيجن. اول تعريف اسمه البيو اتش يو اي، بيو يعني ايه؟ يعني اللون ده ايه؟ حتى في العربي في البلد عربي يقول لك الهويه بتاعتك تقول لي هل تعرف جاي من هيو؟ هيو يعني ما هو الكالر النشر الكالر ده ايه؟ ازرق احمر اخضر. ثاني ديفينيشن اسمه الساتيوريشن اوف ذا كالر. يعني ايه ساتيوريشن اوف ذا كالر؟ يعني مقدار حلو اللون البيور من اللون الابيض. يعني في لون احمر غامق بلون احمر بدا شويه بلون احمر افتح. بتعتمد انك بتميز الحاجات دي ازاي؟ بتختار الميكس بتاع البيور كلر باللون الابيض. وطبعا انتوا عارفين ان الواحد بيشوف الحاجه الحمراء ليه غزات انها بتبص جميع الوان الطين ويعرف ايش اللون ده. الحاجه الحمراء بتبص جميع الوان الميكس الاحمر ونشوف الساعه عبر. طيب ثالث تعريف حاجه اسمها اليومينيشن. يعني ايه اليومينيشن اللي فاتح بقك؟ اليومينيشن يعني الاماونت اوف لايت فولينج على الكلر. يعني انت لما يوروك لون احمر في ضوء زي ده منور خالص هيبقى ليك احساس معين او انت لون معين. لو خدوا نفس اللون والورق الضخمة هتشوفوا لون كامل. يعني هيبقى احمر برضه بس لون كامل زي اللي انت فاهمه في النور. فتيجي كلمة اليومينيشن يعني الاماونت اوف لايت فولينج على الكلام. يعني اليومينيشن بريء اللون. رابع تعريف حاجة اسمها البرايمري كالرز. الاستاذ شطري ما هي البرايمري كالرز؟ البرايمري كالرز هي ثلاث الوان لو الويف لينز بتاعتهم وقعت على الريتنا ايكوالي بكميات متساويه يديلك احساس باللون الابيض.
وهي ألوان لا يستطيع الجسم تكوينها. يعني ما يقدرش الجسم يعمل يكوينها. يعني في يقول الإنسان النورمال يستطيع تمييز أكثر من 200 بسرعة. 200 كلام. درجات. الأحمر لازم 10 درجات، الأخضر 10 درجات، 20 درجة. فيزم الإنسان إن الرتنة بتعمل ميكسينج. ففي ثلاث ألوان لا يمكن تكوين. اللي هما الثلاث ألوان. اللي هما البرايمري. البرايمري كذا حتى كمان يقول له هي الثلاث ألوان التي لا يمكن تكوينها، ومنها تستطيع الرتنة والبلين تكوين أي لون. أي لون ممكن يكون عشان يسموها برايمري. وتعريف آخر أو صفة أخرى إنها الثلاث ألوان اللي لو الويف لينس بتاعتهم جت على الريتنا إيكوال يدوا إحساس بالوايت. والثلاث ألوان دول هما الأحمر والأخضر والأزرق. وعشان ما تنساوش في بيت شعر الأمير الشعراء أحمد شوقي إذا كنتوا تسمعوا عنه طبعا ما تسمعش عن أحمد شوقي تسمع عليه. عشان وزنه الأيام الثانية أو لو صار ما نشوف إزاي رأوش فرض ودراع ومركبة للغني في بيتشع لك نشوف لك ثلاثا يسجدنا الحزن الله يخدم الخضرة والماء والوقت الحزن ده بيتشع. يعني لما تكون انت حزين واخد على أفات أو صغير وزعلان عايز يعمل حسن روح يا إما تروح تقول غير برسيم أخضر قبيل فلنفسك تنفتح أو تشوف المية ما طبعا عاملينها أزرق أو تشوف وقت ساعتين يا ثلاثة يسير تنخزن الماء والقدرة والوجه الحسن. ولما تشوف صوت يا نفسك فيه تفتكر طبعا الوجه الحسن كل احمر مثل الشعر كده تجيلي الهاي ايست ليفل الصحه الحلوه في وجهك. فإذا الثلاث ألوان البرايمري الأخضر والأحمر والأزرق، الأحمر الطبيعي في الصناعة. التعريف اللي بعد كده الكومبليمنتري كالر، اللون المكمل. إيه هو الكومبليمنتري كالر؟ قالوا أي لون له كومبليمنتري كالر. يعني ايه كومبليمنتري كلر بتاعه؟ قال لك ان اللون ده والكومبليمنتري بتاعه لو الاثنين عملوا ستيميوليشن للريتنا ايكوال ات ذا سيم تايم الريتنا بتشتري الاثنين دول نوم لون ابيض. يعني كل لون له كومبليمنتري. وهتفاجئ مثلا ان الاخضر او الاصفر الكومبليمنتري بتاعه الجرين بلو. فانت تقول الله يعني انا لو قلت حاجه صفرة وحاجه زرقاء وحطيتهم على بعض الابيض ده مش الحكايه مش كده. الحكايه ان الويف لينث بتاعت اللون ده والويف لينث بتاعت الكومبليمنتري بتاعه لو الاثنين عملوا ستيميوليشن للريتنا الجانجليون سيلز والكون الخاصه بالالوان تميز دول لونهم لون ابيض. مش حكايه انك بتحط ابويا على ابويا تبقى بيضاء لا. الابويتين يتحطوا على بعض تبقى لون ابيض. التعريف اللي بعد كده بلاك. كلمه بلاك يعني absence of light. مش طول. مفيش صوت. مش مفيش خلاص. مفيش صوت. يعني الحاجة السودة. البال السودة ليه؟ لما بيقع عليها
لازم تلبس هدوم بارده في الشتاء انها ما تبصش. وقالوا ان الواحد لا عقل ما بيشوفش الدنيا سودة ولا قلق. لا عقل بيشوف ناصر. يعني ايه مش فاهم ايه؟ تعالى وقف صباعك ودخلوا في عينك مش هتشوف الدنيا سودة. هتشوف ناصر. تقول ان الواحد الضغير لما الناس اللي كانت مفتحة مش عايز كلام ونعاني وسألوهم طبعا قالوا نحن مش شايفين الدنيا سودة مش شايفين حد. عشان كده في ناس بتعتبر ان لون البلاد ده مش خلاص بأبسط صورة ان الضغير بيشوف المنصب مبيشوفوش لون اسمه زي ما انت مش بقى تشكر وتقول انا الدنيا سودة في دماغي بشوف ان الدنيا سودة في دماغي لا مش بس لا بشوف في الشوك في مصر بس في مصر الطب يا زمان انا انت بس انا واحدة بتاعها صراع واحدة صراع طيب نيجي بقى نشوف نظريات الكالر فيجن Theories of color vision. الكالر فيجن اوف الناس ومحدش عارف ايه في مجلس سامع وبعدين نحط نظريات كل واحد يدي النظريه اللي بعدين لاخره ولكن في نظريتين صامتين اوف الناس زي ما قلت لك قولوا يعني اتليست في ثلاثه ديفرنت كاينز اوف وكل كل بيجمنت غير التاني وكل بيجمنت المطر والاستيميليشن بتاعها غير التاني. المهم على قدك اول نظريه وما زالت محترمه جدا لحد دلوقتي ما تعرفش تنساها ان واحد اثنين واحد اسمه يانج وواحد اسمه هيلم وولف عملوا نظريه اسمها يانج هيلم وولف السيري. قالوا ايه؟ قالوا ان في ثلاث انواع من الريتنا اسبيس كون يبقى خاص بالستيميليشن باللون الاحمر اللي هو الداتا برايمري وكون خاص يتنبه اما يجي لون اسود وكون يتنبه اما يجي لون احمر يعني ثلاثة كونز بالثلاثة برايمري. لما الواحد يبص لحاجة لونها برايمري يتنبه الكون الخاص بيها. لو بصيت للون زي الموف ما اعرفش انا الموف ده بدونه ايه ولا الوش او لون خليط كده يوم تنبه الثلاثه كون بنسب مختلفه يعني تكبر بقى العين تكون ال 200 كلر اللي انا بقول لك عليهم بانها بتعمل ديجري اوف ستيميوليشن بالثلاثه كون. لكن لو انت بصيت لحاجه من الوان البيور اللي يتنبه يكون واحد بتاع البرايمري ده واثبتوا الحكايه دي جم على العين وجابوا حللوا ضوء الالوان الاساسيه بالسبكترم وراح جايين مسلطين على الريتنا البيور ريد كلر لقوا ان في اكشن بوتنشال طلعت من اماكن معينه وهي الالكترونيك وبين افريد اللون الاحمر وسلطوا على الريتنا لون ازرق بيور لقوا ان في اكشن بوتنشال طالع من اماكن تانية والاماكن اللي كانت استنزلت بالاحمر ما طلعتش وكرروا ده مع اللون التالي لقوا نفس الحكايه. بس يبقى في ثلاث انواع من الكون كل كون بينتبه نوع البرايمري ولما بيحصل خليط بنفسجي ولا حاجه بقى اللي احنا بنقولها ولا موف ولا لبني ولا ذهبي ولا حاجه الكونز دي تنبه بنسب مختلفه. وقالوا ان الجانبيوسيز اللي متصله في الكونز دي بعضها اسمه موديوليتوس يعني تعرفين ان
الست وقال هو الست ذات الجنبي يونسين. فقالوا ان الجنبي يونسين اللي منتصرة بالكون بتاع كل لون لوحده او رايمة لوحده اسمها مونتيوليتوس. وفي جنبي يونسين اسمها دومينيتوس اللي هي بيحصل لها سيميوليشن لما صلت على الرجنة لون مش من البرايمر. فقالوا ان ده في ثلاثة كونس والجنب الجزء تنقسم الى مونتيوليكوس يعني تنبه عند البرايمر كلر بس ودومينيكوس يعني تنبه لما يحصل ميكسينج للكلر مش موجود من البرايمر. وسمى دي يونج هيل مونت سيري وما زالت النظرية ما حدش عارف يكتبها أبدا. فالنظرية ما حدش فاهمها. ونظرية صعبة جدا اسمها النيورال ثيوري اوف كلر فيجن. دي نظرية حديثة وصعبة جدا وحد يعني بيفكر. ايه هي بقى؟ قال لك ان تمييز الالوان ده ليس وظيفة. ما الوظيفة دي يا عم؟ قال لك ده وظيفة نوع معين من الجنب الانسيس. هنا في النيورال ثيوري قال لك ان اللي بيميز الكلر الجنب الانسيس. وقال ان في جنب الانسيس سمول عن الجنب الانسيس نورمال. هي دي اللي بتميز الالوان. طب بتميزها ازاي؟ قال لك ان الجنب الانسيس دي لها ريسيب لما الكلر يقع على الرتم وينفذ الجنب الانسيسي في السنتر بتاعها يحصل الجنب الانسيسي. واذا وقع في البريفري بتاع الانسيسي يحصل الجنب الانسيسي. ودي الطريقه وقال ان الجنب الانسيس دي بعد كده الاكسون بتاعتها تروح للنطرة في سيلز مخصوصة اسمها برامو سيلولار سيلز. وتروح السيلز اللي هي برامو سيلولار سيلز دي للفيشوال كورتكس في فوق غيرات واحد اسمه الانجولار غيرس وغيرس ثاني اسمه الفيوزي فورم غيرس. وهم دول اللي خاصين بتمييز الالوان. وقالوا ان في الجيران دول في خلايا اسمها نيورون اوف جلوبس هي دي اللي بتمثل. وقالوا ان الرتنة ليس من وظيفتها تمييز الالوان انما اللي بيميز الالوان هو السيريبرال كورتكس. رحمة الله إنها الأكشن بوتنشال من الجنب المنسيلي والبراق السيلولا تروح بيا الطوبة الرايدون والنيورون كومبلوكس هي اللي مميزة وأنكروا خالص دور الكون في التركيز اسمها النيورال ثيوري اللي بتتكلم يا مواطنين مخصص ولا أي كده وحاطط على وقت نفسك فاكرني مش شايفك نزل إيدك واقعد عيني انت واللي جاب الجزء اللي جنبك من ناحيه ومن ناحيه الجزء الخيل اللي جنبك. وسموا دي نيورال ثيوري اوف كلر. ولكن ما زال تاثير الكلر بلايندنس او عمل الوان على اساس النظريه الاولانيه. لان النيورال ثيوري ما حدش بارعها. طيب مين بقى للكلر بلايندنس اللي لما نحب ناكد على واحد او نعرف ان واحد كان عامل ظفر او واحد عامل فله او واحد جاي الامتحان ما عامل لي شعره سبايك او جاي الامتحان ده لسه مش عارف ايه نسال في الكلر بلايندنس عشان ما ينفعش. عمل الالوان له الاسماء الاتيه
او الانواع اول نوع من الكلر بلايندنس ان يلبس مطراي كروميت يعني ازرق يعني الراجل عنده ثلاثة كونز ولكن واحد فيهم ويك واحد فيهم ضعيف لو كان اللون الاخضر ضعيف اسميه ديترو نومالي كلمة نومالي يعني ويك ديترو يعني اخضر بالذكية فلو كان الكون اللي خاص باللون الاخضر ضعيف سميه ديترو نومالي ضحمر اسميه بروتو نومالي غزلق اسميه ريتو نومالي وسمي ده تراي كروميت يعني عنده ثلاث كونز فهم يعني نظرية الثلاث كونز دي هي اللي مسلمين عليها الكلر بلايندنس لانها صح النوع الثاني من الكلر بلايندنس اسمه داي كروميت يعني ايه داي كروميت؟ يعني الراجل عنده كون ابسن خالص فما يشوفش هذا ما يشوفه يشوفه جريد وصاص فلو كان عنده الكون بتاع اللون الاخضر مش موجود اسميه ديترونوبيا اوبيا يعني اعمى لو كان الاحمر اسميه بروتونوبيا لو كان لزق اسميه تريتونوبيا في ثلاثة نومالي وفي ثلاثة كوبيا النوع بقى اللي بعد كده ده متعب اسمه مونو كروميت ده ما عندوش غير مخروط واحد يشوف الدنيا يسوى ده متعب زي ما انت بتبص على التلفزيون بتاع زمان ابيض واسود كنت بتفكر ايه ماشي ولا ايه لان كل حاجه ابيض واسود هو بيشوف الدنيا كلها الابيض يسوي درجات الجري ده اللي اسمه النوم فاذا جالك الكلر بلايند نفس سؤال هتمتع كل اللي انا قلته من اول كلمه تحت باقي بقى اختبارات الكلر ازاي اعتبر ان الواحد ده عنده كلر بلايند عشان قبل ما تتجوز ان شاء الله يبقى تشوف اللي هتتجوزيه عنده قدر بلد لسه ولا عشان يشوف الحاجه في واحد اسمه ايشي هارا عمل كده مش عايز الرخامه انت روح ولا واحد مره قال له عليك صغير ده من امه ايدي يعني كل واحد كده يقول لك لا اللي في كلمه يقول حريش مثل هذا هو الطريق انا ارجعها لما تاريخ الرخامه وتعليقاتك تدل على غباء المكسر يعني غباء مكعب يعني تعليقات كده هل انت هو السبب التعليق اللي يريد فيه ان انا يعني تعليقات بتدل على الغباء في واحد اسمه شنارة عمل كتالوج ثمنه 10,000 ايه الكتالوج ده؟ كتالوج فظيع جدا مرسومة فيه أرقام بدوائر ملونة يعني ده راسم لك صفحة صفحته كبيرة جدا وتلاقي كل صفحة فيها رقم الرقم ده مرسوم ازاي؟ بدوائر ثلاثة برايمري شوف المجهود اللي هو عمله عشان تستاهل هو ب 10,000 الواحد المهمل يبص للصفحه دي يقول لك الرقم ده 95 تعرف ده المهمل اللي عنده كلر براند اللون الاحمر يشوف الرقم ده خالص يقول لك ده مش 95 ده 38 يعني شوف على الخريطه الراجل رسم الارقام بحيث كل واحد عنده نوع من الكلر بلايندنس يقرا الرقم ده بحاجه كده انا في كتاب بعته بايثون هنا في صفحه واحده فيها عندي كتاب بعته فيه عايز اشوف المختلف بس القصه
الصلاه بس كانوا غالي جدا الشخص اللي عم يروح ده الراجل يكون ده رقم مكان مكتوب طبعا لو اراه كذا يبقى عنده فكره ان هو مالي لو اراه كذا يبقى عنده فكره ان هو بياس لكن انت طبعا بتكون عشان في ايه تختبر حد عنده طلب ولاد لسه هتفكروا في دي وتختبروا دي انت بتعرف بقى اعمل ايه هل بس خلاص من المنين نجيب خلاص احسن القرارات ده من تحت فوق الاخضر وخرج احمر واسرع واخضر وانت احنا الالوان دي هي خطره شغلك يعني ولا ابو تشيل الاحمر لوحده ملزق لوحده والاخضر لوحده هي ختمت الجيران لو فصلت ممكن اكون دي هي هتشيل لها المنديل دول ترصاص كل هل الاختبار ده فعلا بنعمله وتجيب خرز الاول وتقول الراجل نفس الثلاث الوان أو ساعات في العيادات طبعا بنجيب اسم الطرق ونمررها في مصروف وعلى الحال الأبيض ونقول للراجل الألوان دي إيه؟ دي الثلاث اختبارات بتاعت الكرز طيب دي حاجة بقى ظريفة أوي اسمها أفتر إيمج فينومينا شبه زي الرص ايه هي الافكار ايمج فينومينا في نوعين افكار ايمج مش عايز ولا كلمه في ثلاث حاجات افكار ايمج يعني ايه افكار ايمج يعني حاجات بتحصل بعد الاستنيمين شكوا في سريتنا اول حاجه اسمها بوزيتيف افتر ايمج يعني ايه؟ لو انت بصيت للنور قوي قوي ورحت بقى ماما بحبيبتك هتلاقي صورة النور ده قدامك انا مثلا بتكون عايشين في حفلة او في فرح او في مطعم يعني ما حاشا لله وتروح بقى تلاقي حاجة جميلة كده قوي تبص لملك ماما بحبيبتك قدامك او الراجل اللي بيلحم الحديد ده لو انت بصيت وبصيت له يفضل قدام عينيك فقط ومتسر وبيض. ايه سبب الجن؟ لما نشوف بقى السنه اللي بيديك. ايوه سببه الديب ريبريتنج ديسيرتكس انزايم. ده اسمه بوزيتيف افتر ايمج. الثانيه اسمها نيجاتيف افتر ايمج. ايه هو نيجاتيف افتر ايمج؟ لو انت رحت متحف اللوفر في فرنسا سافرت فرنسا مش ورحت المتحف ده تلاقي لوحات جميله قوي كده تقعد تلحلق في اللوحه لوحات جميله الوان جميله تقعد تلحلق فيها شويه وبعدين انت جايب معاك منديل ابيض ولا مرايه بيضه مصر تنام عليها تروح جاي معلقها جنب اللوحه وبعد ما تبص للوحه روح جاي ناقي هناك على المرايه البيضه المحلاه واللي انت تلاقي المصدر اللي انت كنت متنح فيه ده محطوط قدامك على الملاذ بس حاجه غريبه جدا كل يوم كده محطوط الكمبيوتر يعني لو انت مثلا ايه منظر الظلم ده بقرة بني ورا واحدة تاكل برسيم اخضر تنحلها كده جاي تبص على الملاية هتلاقي الكمبيوتر بتاع البقرة الكومبليمنت بتاع الفرسين والكومبليمنت بتاع الرعب حتى لن تكون افلام بالضبط ده اسمه نيجاتيف افتر ايمج هو عايزها قوي والله ده انا Thank you.
هي مسألة كميلة الأفضل من دون الأفضل. ثالث حاجة اسمها الفليكر. ما هي الفليكر؟ دي الفكرة اللي بنت عليها السينما والتلفزيون. ايه هي الفليكر؟ قال لك العين لا تستطيع التمييز بين صورتين. دي صورة ودي صورة غيرها، غير لو كان في زمن بين الصورتين. انهم يعملوا سيميليشن للريتنا 1/24 ثانية. يعني لو انت لفيت عينك في حاجة ورحت جايب نبيحة بمنظر تاني أو حاجة تانية فيها اختلاف بسيط حتى أو اختلاف كبير، والزمن اللي بين المايلين 24 ثانية الريتنا ما تبقاش نازل صورتين ونص. لازم يبقى فيه على الأقل 24 ثانية. وأثبتوا الحكاية جابوا قرص وفيه خرم الثقب وحط ورا الثقب ده شمعة وبدأوا يدوروا القرص ده بشويش وأنت قاعد كده. لما يجي الخرم قدام شمعة مش شمعة وراح جابوا دورين القرص من راحة الشمعة الشمعة راحت الخرم الثاني الشمعة جت. وبعدين عملوا ايه بقى عشان تنهبل وانت مش ناقص الحقيقه يعني؟ راح جايين مدورين القرص ده بسرعه اكثر من 24 مره في السنه. مره بسيطه ايه؟ الشمعة قدامك لا تختلف. يعني بلاقي الشمعة قدامك موجود على طول. وقالوا ان ده شكريت كان تجيبه شكل ان لما بقت القرص يجيب فترة من 24 مرة في الثانية ما لحقتش عينك تميز ان دي اللي بتبان فيها الشمعة وان دي حتة مسمار. وراح جاي مستفيدين في الفكرة دي في التلفزيون والسينما. ازاي اللي ماشي في بقك على الاخر لما يجي البطل يضرب البطلة بالقلم؟ بطلة لبطلة دخل عليها الشقة لو مكروه لا واحد لا مين ده مثلا استنى مكرها هل هو هذا القمر غير صحيح؟ لا هم بيعملوا ايه؟ يروح كده مصورينه كذا صورة يروح كده واحد لا كده 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 ويجي ابو الشاب ويروح فيه ويروح جاي عرض لك الصور دي بايه؟ بسرعة. هم بياخدوا الصور دي او اي حاجة واحدة مثلا مع نور كروف ولا ليل كروف ولا طبعا انت عارف حاجة في واحدة كده طالعة لي عاملة لي نفسها يعني دي ليه؟ دي مش عاملين في المحسن دي الجروب عامل من الافلام مش عارف من جبل لجبل يا رب حط 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 طيب نيجي بعد كده للفيديو الفيل. جزء
اللي هو الفيري دي تصدر يجيب واحد عضو يسمي دهنه على حامل بعد الدهن ونحطه قدامه في الوجه ونحطه قدامه طارق يعني حاجة تستره ما حرقش علم عليه هو نص الدهن مع عين هو نص الطارق ده ما حرقش وبعدين يجيب ورقة مرفعة وقوس وهو باصص على الطرف ده في السنتر بتاع العين بتاعه ببدا احرك له الورقة المرفعة دي هدف واقول لما تشوف الهدف ده قوم بس يشوفه ازاي مش بصوره كده لا هو مثبت عينه هو مثبت عينه مثلا هجيب له حاجة من عين جديدة شفتها ارجع معلم على ده واقعد اعمل كل الاتجاهات واروح جاي راسم الفيش هي الحته اللي ايه؟ وجد الفيش والفيل بتاع وان اي مظلة زي ما احنا فاكرين لان له شكل معين حتى ما اسمه مبقاش مدور تقريبا وجدوا ان لما قسموا الدوائر 360 درجة وجدوا ان اوسع مكان الفيجوال فيه هو التنجو يبقى اخطر 130 درجة وتحت 90 درجة وفوق اقل حاجة يبقى 50 درجة وان حاجات يعني هنا الروح الزوربي تخلي الفيجوال ازاي جدا فوق 50 60 80 وهنا اكثر من 100 ولاحظوا ايه؟ ان لما رسموا الفيجوال فيلد بتاع العين الفيجوال فيلد بتاع العين الشمال وجدوا ان في منهم جريت اريا اوف اوفرلاب منطقه تداخل كبيره جدا وقالوا ان دي خاصيه في جميع الانيمالز اللي عينيها في الوش انما الانيمالز زي الصقر او الطيور تلاقي له عين هنا وعين هنا يلاقي المنطقة الاوفرلاب صغيره جدا لدرجه انهم قالوا ان الصقر ممكن يشوف بعين حمامه طايره في الجو وبالعين الثانيه يشوف سمكه في الميه ازاي محتاج لكن احنا عاده احنا القرده العليا اللي عندنا في الوش بيبقى في جريت اريا اوفر لاب وبيحصل لنا حاجه اسمها باينوكيال ولاحظوا ان الفيديو فيه كمان ان كل رتنا يعني الرتنا دي دي مثلا دي مناخيرة ودي وينها ودي الرتنا انا صار واحد باصص كده للكتف يبقى دي الرايت ريتنا الظهر كده ودي الليفت ريتنا لاحظوا ايه ده زي ما قلت لك الكيك والبيت بتاع عندي وعندي في منطقه جامده جدا من الاوفرلاب يعني ايه اوفرلاب يعني اي حاجه تقع في المنطقه دي تنشف من العينتين صح الجنب كده لقيت الكلام اه طيب تنشف من العينتين ولاحظوا ايه بقى الملاحظه الثانيه؟ ان كل رتنة لها نصين النص اللي ناحية الوين بنسميه تمبورال والنص اللي ناحية المناخير اسمه النيزر هاكوزاي ويبقى ده هو النيزر هاك وده التمبورال وقلت لك ان في 126 مليون ريسبتور 120 مليون هو 6 مليون كونز بيخرج منه الاوبتيك نيرف اللي هو الاكسون بتاع الجنجي ريسبتور عدل الاكسون في الاوبتيك نيرف طلع حوالي مليون و200 وفي كتب كاتبه ان هو في 20,000 اكسون بس لكن قالوا له كاتب ان هو في مليون اوفر مليون فايبر المهم تلف الفايبر
الفايبر من الاوكسجين بتخرج من جسمي. وجدوا ايه؟ ان التمبرال هاف بتاعي بقى يشوف كده. يعني انت لما تشوف الجاره بتشوف الورد التمبر الهب بتاع عندي بيشوف النيزل فيجوال والنيزل هاف بتاع الرتنا دي بيشوف يا هو التمبر فيجوال. انت بتشوف كده وقالوا ايه؟ يبقى النيزل ده بيشوف ازاي كده والتمبر ده وبعدين قالوا ايه؟ البوكس الثالث ما بيخرج من الرتنا يعمل ايه؟ اذا مقسم الفايبر في نصين. الفايبر اللي جايه في التمبرال هاف بتمشي في ستيم سايد. واللي في النيزل هاف بتعمل كروسنج. والنيزل هيك بتعمل كروسنج وتمشي مع التمبرال. يبقى ده هو البوكس الثالث مش بياخد من الانسان بالتمبرال ومن النيزل اللي الاثنين بيشوفوا ايه. يبقى الراي اوبتيك تراكت بيشوف اللف واللفت اوبتيك تراكت اللي هو جاي من هنا ومن هنا اللي يشوف الكتاب ولا يشوف الراي. وقالوا ان النص ده هو بتاع الرتنا له الكورسبوندنج بتاعه النيزا بتاع الرتنا. وكل نقطه على التمبورال ده لها كورسبوندنج بتاع يعني انا اما حاجه تتحط قدام عينيا الاثنين بيكون لها صوره في الرتنا دي ولا الرتنا دي؟ الاثنين. طب اشوفها حاجه واحده عشان حاجه دي بتتكون لها صوره عقب ورفض وعن نيزه الفرد. الفايبر اللي شايله الصوره لما بتمشي كده بيجي لها الفايبر شلاها من النيزه في الكورسبوندنج بتاعتها. دول الاثنين يقعوا على نقطه واحده في الرتنا يقوم يحصل لها فيوجن تقوم تتشتت. فياك تنسى او تبقى مش عارف يعني ايه تو كورسبوندنج رتنال بوينت. ما دي أسئلة في الشباب بقول لك يعني إيه تو كورسبوندنج بريتنا البوينت؟ تحكي لي القصة كل رتنا مقسمة إلى تمبرال هاف ونيزل هاف. التمبرال بتاعي عندي بيشوف النيزل فيجوال والنيزل بتاعتي بيشوف التمبرال فيجوال فيه. وتقول لي ان الاوبتيك نيرف فايبر اللي فيه كذا اكسون تلتو جاي من المكنة تلتو الفايبر من المكنة اللي هي كده اهو 1.5 مللي. وتقول لي الاوبتيك فايبر مش كذا نصين نص بيمشي في السيم سايد اللي جاي من التمبرا ونص بينزل بيعمل كروسنج. وتقول لي ان كل نص له كروس كل بوينت في التمبرا ده اهو لها كروس بوندنج وبوينت تمبر في النزل. وان لما حاجه تتحط قدام عينيا بتتكون لها صوره على الرتنا دي نص وصوره على الرتنا الثانيه على نفس الكروس بوندنج وبوينت. والفايبر بتمشي مع بعض وتروح لحته واحده في الرتنا في الكورتكس تقوم تعمل ستيميوليشن تقوم تشوف الحاجه دي انها حاجه واحده. هذه المطلوب منك تعرفه
طبعا يا جماعة الفيديو والفيديوز بطول الرمق ينفذون حاجات كتيرة جدا عشان يشخصوا بيه امراض من الجيلة في العين. يعني ساعات واحد يجيله جمهور في الاوبتيكس وساعات واحد يكون عنده كرونيك جلوكوما. هذا اللي كلمتكم عنها أنا بكلمكم على الجلوكوما هو الأكيوت كونجستيف جلوكوما. في نوع تاني من الجلوكوما عشان الطلب الشاطر اللي وراني في كلمة مرتبة الجلوكوما معناها دي جنريشن في الكلمة بالسينس وليس زيادة في الانترا اوكلر بريشر. الكلام ده نص صح ونص غلط. الأكيوت كونجستيف جلوكوما هي زيادة في الانترا اوكلر بريشر بتكون مرض عالمي. كروني سن بالجلوكوما ان بيحصل فيه جنريشن في القلب والسنس. وغير ما الانتراكم بيشن تزيد. يعني في جلوكوما. في نوع ثاني من الجلوكوما ما يبقاش الانتراكم بيشن عالي. امال ايه؟ بيحصل فيه جنريشن في القلب والسنس. كيف الشخص بان انا بعمل الفيشوال فيت بتاع العين الاقي فيه نقط عاليه كتير. بنسميها سكوتوما. سكوتوما يعني لا تسقط ان زفير. ادي ثاني شرط اللي تتنحى
ان تقع الحاجة دي على توق الرسبون من جريسنا البني. ثالث حاجة ان الاكسترنا الاخلر مصر تكون سليمة. يعني ما عندكش والعياذ والناس دوين تحاول او عادي. انا ليش دوين ده مشكلة. مشكلة بيتنا حاول. انا اصلا شيء وانا بدي عندنا خلص على السويت فنبص كده هو شايف انا قاعد هنا هو بص كده فانا قلت حلو ده مش بصيت هو قاعد يشتم فيا يعني بص كده مش ازاي. وطبعا انا كانت علقه ما نزلتش السويت ده الحاجة لازم ان الاخضر مصر بتاعتك سليمة. رابع حاجة ما يكونش عندك ايرورز اوف ريفلكشن في عين تكبر كتير على العين التانية. يعني ما يكونش عين عندك ناقص 8 وعين زائد 3 ده يمكن نعرف كم يعني يبقى في ايرورز اوف ريفلكشن ولكن من نفس النوع والفرق بسيط. الحاجة الخامسة يكون في انتكت بالشوارد. الخامس حاجات دول ينحفظ. واذا كانت البيوكلر فيجن تحريري تكتب الديفينيشن. وتكتب تأثير التوري تنين. وتكتب يعني ايه تكون بسوط الكفول. طيب ايه الادفانتج بتاع البيوكلر فيجن؟ يعني ايه ميزة هتبص بالعينتين او تبص بعين واحدة؟ اول حاجه الحاجه في الشاف احسن. يعني انا وانا استعمال الاثنين كده منظر الله صلى على النبي حاجه تفكر غير ما اعمل كده بس. طبعا منظر يشرف القلب الحسين بيبقى فيه بيتر ليه تبقى حاجه احسن. تاني حاجه لو في ديفكت في عين يا محمد اللاعب كده انهار فعلا ترى فضل اجيبك انا ان شاء الله. لو في ديفكت في عين يتخطى من العين الثانية. يعني لو انت عندك عين فيها حاجة ممكن يمكن شوية يغطي فلتاني ميزة. تالت ميزة اللي بيعمل ديبس انفيرسيشن يجيب العمق. لما تبص لحاجة كده تعرف عمقها ايه؟ هي قد ايه؟ كبيرة صغيرة؟ العمق بتاعها ديبس. رابع حاجة بيعمل ستيريوسكوبيك فيجن. يعني ايه ستيريوسكوبيك فيجن؟ يعني يشوفك مجسد. انت ما كنتش رايح بعيد كده شايف مؤفاة مثلا عارف انها فاة في بقه مش عارف ايه ورا خالص الفانيلا دي قدام انت تشوف الحاجة مجسدة مش تشوفها تلاقي ده ما يجيش غير بالبيضاوي فيجن. وبعدين الخامس حاجة الالوان فاضل حاجتين ومهمين جدا الفانكشن اوف اريا 17 ده يتحفظ والفانكشن اوف اريا 18 و19 يتحفظوا مفهومش شرط. يعني انت جاز كان عندك كلام كتير عن فيجوال كورتكس ما تقراهوش اقرا وظيفه دي 17 دي و18 و19 وهقول لك انا في خمس دقايق المره الجايه الانفكتو فيجا او الفيجوال كورتكس.